الثالثة من المحاضرات تصميم التربة للمرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية. اليوم الموضوع اللي راح نتطرق له اللي هو كاركترستكس اوف جرين ديستريبيوشن كيرف. يعني شنو؟ انه احنا اخذنا التوزيع الحبيبي اللي ذكرناه بالمحاضرة السابقة، انه قلنا يطلع لنا كيرف، وهذا الكيرف متدرج يعتمد على البيرسنت اوف فاينر، ويعتمد هذا شنو اللي هو الواي اكسس، والاكس اكسس هو شيء يمثل قطر المنخل اللي يعبر من عنده، يعني الدايميتر. فنجي هنا ناخذ حالتين اللي هي الدي 60 والدي 10. شنو معنى الدي 60 وشنو معنى الدي 10؟ الدي 60 هو شيء يمثل القطر اللي يعبر من عنده 60%، اللي القطر اللي يعبر من عنده 60% منين؟ من حجم التربه. والديتن هو القطر اللي يعبر من عنده 10% من التربة. فإذا قسمنا هذا القطر اللي هو دي 60 على دي 10 راح يطلع لنا شنو؟ اليو، اللي شو يسمونه كوفيشنت اوف يونيفورميتي. هذا طبعا الكوفيشنت اوف يونيفورميتي هذا ايضا مهم عندنا في تصنيف التربة. وعندنا عامل اخر ايضا مهم في تصنيف التربة اللي هو شنو؟ السي سب سي، اللي شي يساوي لنا الدي 30 تربيع على الدي 10 في الدي 60. نفس الشيء الدي 30 هو شنو تعريفه؟ هو قطر المنخل اللي يعبر من عنده 30% من حجم حبيبات التربه او من وزن التربه. فايضا من نقسم هاي الارقام اللي موجوده عندنا راح يطلع لنا سي سب سي. طبعا اليو والسي سب سي يفيدنا بتصنيف التربه. السي سب سي شنو اسمه؟ يسمونه كوفيشنت اوف كيرفتشر، يعني شنو؟ معامل الانحراف، معامل الانحراف. زين، هسه نشوف شلون يفيدنا بتصنيف التربة. اليو يقول لك اليو، قيمة اليو إذا طلعت لنا من 10 إلى 20، يعني شنو معناها؟ معناها التربة ساند، معناها التربة ساند. اليو إذا من 2 إلى 4 معناها سولت. اليو من 10 إلى 100 شنو معناها؟ معناها كلي. إذا شنو معناها بهاي الحالة؟ أكو تدرج عدي، يعني ما اقدر ابني عليه، لانه من 10 الى 20 هذا ايضا ساند، ومن 2 يعني اكو تداخل صار عندي، يعني مرات يطلع لي اليو 10 ما اعرف، احتمال يطلع كلي ومرات يطلع لي ساند. زين، بالله الاثنين والاربعه هاي مبينه سولت، هاي منتهي من عندها 2 الى 4، بينما اليو 10 لحد ال 20 هاي يعني مشكوك بيها انه هل هي ساند لو شنو الكلي. بس هذا يعطيني انديكيشن هسه بهاي الحاله انه اليو هنا أنا بهاي الحالة أنه تعتبر أما أنه ساند أو تعتبر أنه شنو؟ تعتبر كلي. فنجي إلى عامل آخر هنا لازم ندرسه اللي هو مثلا سي سب سي أو أنه عوامل أخرى نحتاج لها دراستنا. هسه نبدأ نكمل ونشوف أنه شنو الحالة اللي راح تفيدنا. هذا الشكل لو شوي نكبره نلاحظ شنو؟ هنا هو نفسه هذا المنحني مال تحليل التربة اللي هو هنا هم يربط العلاقة مال بين بيرسنت اوف فاينر باي ويت، وهنا الجرين سايز ديستريبيوشن. زين، وهنا يعني شو مسوي؟ محدد لك هنا بالاكس اكسس، يقول لك مثلا من هذا الحجم لهذا الحجم، او من هذا القطر لهذا القطر ايش يعتبر؟ يعتبر ميديوم جرافر، وراها يجي شنو؟ فاين جرافل، وراها شنو؟ كور ساند، وراها ميديوم ساند، فاين ساند، الى ان نوصل وين؟ الكلي، اللي هو شنو؟ الاقطار الصغيره مال التربه. زين، فهنا هسه نجي الى موضوع اخر اللي هو شنو؟ consistency of clay soils. consistency may be also looked upon as the degree of firmness، يعني هي شنو؟ الكونسستنسي اللي هي القوام، يعتبر هي درجة شنو؟ درجة النعومة أو درجة الثباتية، ثباتية مال التربة، وهي غالبا ما تكون تتعلق بشكل مباشر بمن بمقاومة التربة. فيعني احنا نلخصها لكم حتى ما تصير القضية معقدة. الكونسستنسي هو شنو؟ يمثل القوام للتربة، واللي يمثل شنو؟ حدود اكو احنا راح ناخذها. هاي ايضا تفيدنا بتصنيف التربة. طبعا شنو هاي؟ يسمونها هاي بصورة عامة يسمونها حدود أتربرك. العالم أتربرك اشتغل على هالأساس، أوجد لنا حدود، اشتغل على الكوهيجن، واشتغل على البلاستيك، واشتغل على الشرنكج. فسوانا حد يسمونه حد التماسك اللي هو كوهيجن ليميت، وسوانا حد اللزوج اللي هو ستيكي ليميت، وحد
التقلص اللي هو شرينكج ليمت. هاي الحدود الثلاثة أيضا تساعدني بتصنيف التربة. طبعا العالم أتربرك هنا من سوالي هاي الحدود اجى عالم آخر اللي هو العالم كازاغراندي، اخترع جهاز، فهذا الجهاز سماه جهاز كازاغراندي اللي هو يفحص هاي الحدود الثلاثة اللي راح نجي عليه إن شاء الله بعدين نشرح لكم إنه شلون نحسب قيم الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرنكج ليميت. هاي بالحقيقة هاي الحدود كلها هي أيضا تفيدني بتعرف إنه نتعرف على البلاستيسيتي مال السويل، البلاستيسيتي مال السويل. فهسه أول شيء خلينا نعرف هاي الحدود حتى ما نتقدم بالمادة وما يصير عندكم صعب عليها. فخلينا نوضح لكم هاي المبادئ الأساسية. يعني مثلا وضحنا انه حد التماسك، شنو هو حد التماسك؟ هو المحتوى المائي الذي تلتصق عنده فقط فتات التربه سويه، يعني شنو؟ يا دوب انه حبيبات التربه انه تتماسك، يعني اقل كميه من المحتوى الرطوبي. زين، هو طبعا هنا شنو نقيس؟ نقيس محتوى رطوبي. حد اللزوج هو المحتوى المائي الذي تلتصق عنده بسطح معدني مثل سكين، يعني راح تتعدى حاله التلاصق انه توصل انه مو تلتصق مع بعضها البعض، لا راح تلتصق مع السكين. زين، اكو عندنا حد اخر اللي هو حد التقلص اللي هو شرنكج ليميت، هو ذلك المحتوى المائي الذي دونه لا يحدث اي نقصان او تقلص اضافي في حجم التربه. يعني شنو معناها؟ انه نستمر باضافه التربه الى ان نوصل الى محتوى مائي اللي بي لا يصير لا نقصان ولا تقلص في حجم التربه. يعني هو شنو؟ زياده في محتوى الماء. نبدا نضيف الماء للتربه ونفحص هاي الحدود الى ان نوصل الى هاي الحدود اللي احنا نريدها. حد اخر الحد اللي هو شنو؟ شرنكج ليميت. يجينا بعد حد اخر اللي هو حد بلاستيك ليميت، اللي هو شنو؟ بعده انه تبدي تصير تغيرات عكسيه على التربه. ليش؟ لانه المحتوى المائي الذي دونه ستصبح التربه عديمه اللدونه، يعني كانت لحد هنا هي باقيه لدنه، هنا اصبحت شنو؟ التربه عديمه اللدونه، ويصبح هذا الحد ايضا بحد المطاطيه. اخر شيء اللي هو حد السيوله، المحتوى المائي الذي دونه تسلك التربه سلوكا لدنا، وتكون التربه عند هذا المحتوى المائي على وشك ان تصبح ماعا لزجا، يعني اصبح انه يعني تصبح على شكل ماع، يعني التربه تصير على شكل مستحلب، يعني جدا لدنا مثل ما نقول. فهنا لو تلاحظون هسه هذا التصنيف، هذا التصنيف، هذا شنو يربط لي بين هاي الحدود؟ هذا الحدود. فهذا الحد اللي هو شنو؟ دبليو اس ودبليو بلاستيك ودبليو اوف الليكويد، هاي هنا عارفينها. زين، وعندي ايضا هذا الدبليو تي، هذا اللي هو موجود عندي اللي هو ليكويد ليميت هذا، والدبليو ال اللي هو شنو؟ البي ال اللي هو الدبليو اللي يسمونه بلاستيك ليميت اللي هنا، والدبليو اس اللي هو شنو؟ شرينكج ليميت اللي هو هنا. زين، فالتربه يعني مثلا اقيس من محتواها الطبيعي، المحتوى الطبيعي مالتها مال الماء الووتر كونتينت، فاذا لقيتها مثلا شنو بلاستيك هنا، او قست المحتوى الرطوبه مالتها اللي مثلا لقيتها هنا، اذا شنو هذا؟ شو يكون ضمن البلاستيك ليميت؟ هنا ايضا شنو ضمن الليكويد ليميت؟ هنا شرينكج ليميت. زين، وايضا يعتمد عليه من يعتمد على الفوليوم مال من مال التربه. زين، هذا بس مجرد المخطط انه يوضح لنا العلاقه ما بين شنو؟ ما بين الووتر كونتينت وما بين حجم التربه، ويجزئ الحدود الى هاي اللي هو لا اسال اللي هو شنو؟ شرنكج ليميت والبلاستيك ليميت والليكويد ليميت. هاي كله تمهيد حتى ندخل لهاي الحدود اللي تفيدنا، اللي على ضوءها انه راح نصنف التربه. راح احنا نعيد الحدود اللي قلنا عليها، الليكويد ليميت، الليكويد ليميت قلنا هو شنو؟ عرفه يسمونه ايضا بالاتربري ليميت، اللي هو التربه اللي تكون تمر فيه الى مرحله شنو؟ الى مرحله البلاستيك، يعني المرحله الاولى اللي تمر بعدها وين؟ الى البلاستيك وتتحول الى حاله الليكويد. زين، وبهاي الحاله التربه شو تكون؟ تكون التربه تمر الى قيمه صغيره، تمر الى قيمه صغيره من الشير سترينث، يعني قيمة الشير سترينث تكون بها قليلة جدا، وتفقد قابليتها للجريان كليكويد. الحد البلاستيك هو أيضا من ضمن حدود التربرك، اللي هو شنو؟ به المحتوى الرطوبي، اللي هي تكون التربة به تميل إلى أنه تكون إلى حالة البلاستيك،
الحالة من البلاستيك إلى شنو السيمي سوليد، يعني شنو تبدأ تقوى التربة. احنا قبلها شرحنا قلنا هو الليكويد اللي هو تعتبر التربة انه جدا بها محتوى مائي جدا عالي. احنا لا تبدي بالبلاستيك، تبدي تقوى، تتحول من البلاستيك المن الى السيمي سوليد، يعني تصير انه قوية. وبهاي الحالة راح شنو يكون عندنا المينو ووركر كونتينت، بهاي الحالة يغير الشكل مال التربة، ونحصل من خلاله على تشققات قليلة. أما الشركنج ليميت الذي هو فيه المحتوى الرطوبي، وهو المحتوى الرطوبي الذي من خلاله التربة تميل إلى أنه تتحول من السيمي سوليد إلى السوليد، يعني شنو تصير أقوى. هذا قلنا كله تمهيد على مود نوصل إلى حد يسمونه بلاستيسيتي اندكس، اللي شو يساوي لنا ليكويد ليميت ناقص بلاستيك ليميت، أو يساوي لنا دبليو ال ناقص دبليو بي، اللي على ضوء راح يفيدنا وين بهذا الجدول اللي احنا هذا الكلام كنا قلنا تمهيد على مود نوصل لهذا الجدول اللي هو يفيدنا وين يفيدنا بتصنيف التربة. فالتربة هنا أنا راح نصنفها اعتمادا عليها من اعتمادا على البلاستيسيتي مالتها. فإذا طلع البلاستيسيتي اندكس اللي هو يساوي الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت يساوي صفر، يعني معناها الليكويد نفسه هو البلاستيك، يعني التربة ما تتحول من ليكويد إلى بلاستيك، تبقى ضمن الليكويد. فشنو معناها؟ هي نون بلاستيك، يعني هي فقط ليكويد لان ما صارت بلاستيك، ودل على ذلك انه ليكويد ليميت هو نفس البلاستيك ليميت. اذا صارت عدي من 1 إلى 5، يعني انه قريبا صارت، يعني مالت الى انه تكون بلاستيك، يعني معناها البلاستيك ناقصا، يعني بلاستيك اكبر من ليكويد خلينا نقول بخمسة هيك. فاذا هي سلايتلي، يعني صارت تدريجيا انه شنو بلاستيك. من 5 إلى 10 صارت لو، يعني لو بلاستيك. 10 إلى 20 ميديوم، 20 إلى 40 هاي، وأكبر من 40 تعتبر very high plasticity. إذا هسه توصلنا إلى حالة من التصنيف للتربة باعتماد عليها من باعتماد على plasticity. قلنا هو شنو الحالة اللي هي شنو حالة المحتوى الرطوبي اللي تكتسبه التربة، واللي على ضوء راح تتصرف انه من نظيف مال التربة شنو التصرف مالته، تصرف لدن، تصرف بلاستيك الى اخره. زين هسه نجي الى حاله ثانيه، انه اكو عندنا تيبل اخر يحسب لنا البلاستيسيتي مال السويل اعتمادا على اليمن، يعتمد على الليكويد ليميت فقط. يعني انا ما يحتاج بعد اطلع بلاستيك ليميت، مجرد انه طلعت الليكويد ليميت مال التربه فمباشره انه احسب قيمه الليكويد ليميت، وعلى ضوء اعرف شنو البلاستيسيتي مال التربه. فيقول لك اذا كان الليكويد ليميت اقل من 35% ايش تعتبر؟ تعتبر لو بلاستيسيتي. اذا كان الليكويد ليميت من 35 الى 50 تعتبر انترميديت، وهكذا 50 الى 70 هاي بلاستيسيتي، من 70 الى 90 تعتبر فيري هاي بلاستيسيتي، اكبر من 90 اكستريملي هاي بلاستيسيتي. يعني هذا او هذا الجدول يعتمد عليه من يعتمد فقط على الليكويد ليميت. هسه واحد يسائل يقول انا زين شنو يعني انا الليكويد ليميت وشنو البلاستيك ليميت وشنو الشرنكيج؟ زين هن شنو هذا المراحل تمر بها التربه مثلا، وحتى انا احسب بيها هاي الليكويد ليميت، او انا مثلا من ابدي اضيف الماء للتربه تتحول، وزين شلون انا طبعا بالطبيعه انا اضيفها؟ لا احنا نقول له هاي الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت هي طبعا فهمنا بها العالم كازجراندي اللي لحد الان ما شرحينه لكم، واللي ان شاء الله راح تاخذونه بمختبر التربه. سواء فحص او سواء جهاز يسمونه جهاز كازجراندي، هذا الجهاز من خلاله راح نفحص الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرنكج ليميت. يعني شنو؟ انه هذا الجهاز نضع به عينه من التربه، وهاي العينه من التربه نبدي نخلي بها المحتوى الرطوبي ونسوي بها شق عن طريق سكين خاصه. هاي الشق نبدي نسوي طرقات عن طريق الكأس اللي موجوده بداخلها، طرقات متعدده. فهذا الشق اللي احنا نسويه بالتربه اذا انغلق بمسافه مقدارها تقريبا 2.5 سنتيم، فاحنا نتوقف بحساب الطرقات. فعدد الطرقات وين المحتوى الرطوبي نسقط 25 طرقه، نحسب شنو من خلالها البلاستيك ليميت او الليكويد ليميت مال التربه. يعني معناها شنو؟ معناها كل تربه لها ليكويد ليميت خاص، وكل تربه لها بلاستيك ليميت خاص. وايضا اكو عندنا فحص اخر للبلاستيك ليميت، وايضا عندنا واحد للشركج ليميت اللي هو ناخذ العينه من التربه ونسوي لها رولينج، وبعدين نشوفها وين تتشقق بحيث انه توصل الى قطر بحيث معين،
ومن خلال الشغف هاي كلها راح تاخذونها ان شاء الله بالعمل، وراح تفتهمون هاي العوامل كلها. فكل تربه خلي ببالكم الها ليكويد ليمت خاص وبلاستيك ليمت خاص. فعلى ضوء احنا من نعرف الليكويد ليمت مال التربه ونحسب البلاستيسيتي اندكس اللي هو قلنا وين بهاي المعادله، بلاستيسيتي اندكس بهاي المعادله اللي هو سوينا ليكويد ليمت ناقص بلاستيك ليمت. فلو نجي لهذا المخطط الاخر اللي هو ايضا يفيدنا بحساب التربه، فرضا عندي الليكويد ليمت 50 فرضا والبلاستيك اندكس فرضا مثلا شو تصير 40، اذا يتقاطعون وين بهاي النقطه، اذا شنو هي التربه؟ سي اي. سي اي يعني شنو؟ يعني شنو معناها تطلع تعتبر شنو؟ انه من ضمن الكلي زين، والكلي شنو هذا؟ كلي انترميديت. ليش؟ لان هذاك عندنا كلي لو انترميديت هاي فيري هاي وهاي اكستريملي هاي. فاذا من خلال هاي الاكس اكسس والواي اكسس من نقاطع هنا راح استنتج او اصنف التربه. اذا الليكويد ليميت والبلاستيسيتي اندكس او البلاستيك ليميت فادنا وين؟ في معرفة تصنيف التربة. يعني هاي الجداول اللي قبلها عرفتنا انه البلاستيسيتي مال التربة، يعني ايش قد البلاستيسيتي مالتها عالية قليلة. هنا هذا المخطط لا، صنف لي التربة، يعني قال لي هي كلي كلي او احتمال مو كلي، مثلا سولت اللي هي هاي الام اللي هو لو او ام اي انترميديت هاي فيري هاي اكستريمي هاي زين. وطبعا هذا شنو لازم احنا نستخدم المواصفات القياسيه مال البريتش ستاندرد 410 زين، والماده اللي ناخذها هي تمر بالسيف 425 ملم سيف، هذا ايضا تاخذونه بالعملي. هسه نجي ناخذ الشرنكج اندكس. الشرنكج اندكس هنا ايضا هو عامل اخر يعتمد عليه من على البلاستيك ليميت ناقص الشرنكج ليميت. احنا قبل البلاستيك اندكس قلنا شنو؟ الليكويد ليمت ناقص البلاستيك ليمت زين، اللي هو هذا الليكويد ليمت ناقص البلاستيك ليمت سميناه بلاستيك اندكس. هسه ناخذ شنو؟ ناخذ شرنكج اندكس اللي هو بلاستيك ليمت ناقص شرنكج ليمت. يعني شنو معناها؟ بلاستيك ليمت احنا مطلعينه سابقا، لازم دور نحسب شنو شرنكج ليمت اللي قلنا لكم نفحصه وين بالمختبر، انه ناخذ عينه من التربه ونسوي لها رولينج، نخليها على صفيحة زجاجية رولينج إلى أن تبدي بقطر معين تبدي أنه تتشقق. فعلى ضوء نحسب المحتوى الرطب ونعتبره هذا المحتوى اللي هو يسمونه شرنكج. هاي تاخذون تفاصيلها إن شاء الله بعدين بالعمل. الليكويديتي اندكس، الليكويديتي اندكس، الليكويديتي اندكس نفسها احنا مو طلعنا البلاستيك ليميت، احنا شو نسوي؟ الليكويديتي اندكس اللي هو يعتبر شنو تعريفه هسه؟ اول شيء هي الريشيو اوف ذا ديفرنس بتوين ناتشرال ووتر. شوف احنا الوم والقهوه تعتبر الناتشرال ووتر كونتينت اون ذا بلاستيك ليميت تو بلاستيسيتي اندكس. يعني شنو؟ انه الفرق ما بين المحتوى الرطوبة العادي، يعني التربه محتوى الرطوبة العادي مالتها نقص معناتها البلاستيك ليميت اللي هو دبليو بي او البي ال، انقسم عليه من على البلاستيك اندكس اللي مطلعينه سابقا احنا، راح يطلع ما يسمى الليكويديتي اندكس. خلينا نشوف هذا شو يفيد الليكويديتي اندكس بمن تصنيف التربه اللي هو شنو اللي يسمونه اي ال او يسمونه ال ال اي. فيقول لك اذا كان عندي الاي ال صفر، يعني شنو معناها؟ معناها المحتوى الرطوبي هو نفس البلاستيك اندكس. ليش؟ لان هذا يساوي هذا، هذا ناقص هذا، اذا مساويات اذا شنو معناها؟ صفر. صفر تقسيم هذا المقام صفر. اذا شو وقت هذا يساوي صفر؟ اذا كان الاوميجا اللي هو المحتوى الرطوبي العادي للتربه يساوي البلاستيك اندكس. هذا يساوي لواحد شو وقت؟ اذا كان الاوميجا يساوي الليكويد ليميت. اذا كان الاوميجا يساوي الليكويد ليميت، ليش؟ لان الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت يساوي البلاستيسيتي اندكس. بلاستيسيتي اندكس تقسيم بلاستيسيتي اندكس يطلع لي واحد. اكبر من واحد اذا كانت التربه شني؟ الليكويد ستيت. يعني شنو معناها؟ اذا كان عندي هذا الاوميجا عالي جدا، يعني واصله الى مرحله الليكويد اللي قلنا هو اكثر حالات التسييل اللي يصير بالتربه. اذا اقل من صفر لا، يعني معناها المحتوى الرطوبي جوا، يعني اقل من البلاستيك ليمت، يعني هذا الاوميجا اقل من البلاستيك ليمت بحيث يطلع لي البسط سالب.
هسه من اطلع الال اي، هسه واحد يقول احنا شنو فائدته؟ مثلا احنا بس قلنا صفر او واحد او اكبر من واحد او صفر، هذا شيء يفيدنا بتصنيف التربه؟ انا اريد تصنيف التربه. فراح شنو قلنا؟ قلنا الليكويديتي اندكس اذا كان من صفر الى 0.5 انه شنو معناها التربه؟ ستيف. القوامه مالتها ستيف، هذا فائده من تصنيف، عرفت انه التربه ستيف. بالمناسبه تصنيف التربه مو اقول التربه فقط طينيه او رمليه او غرينيه الى اخره، لا، اصنفها اقول هاي طينيه ستيف، انه ميديوم هاي، اكستريملي هاي، يعني اعطي مواصفات، اعطي لونها، يعني شكلها، يعني هواي امور بحيث انه اوصفها وصف دقيق مثل ما نقول. يعني الكونسستنسي هي شنو من ضمن الشغلات اللي تفيدني وين بتصنيف التربه. فاذا من 0 الى 0.25 تعتبر ستيف، من 0.25 الى 0.5 ميديوم، من 0.5 الى 0.75 سوفت، والى اخره تعتبر فيري سوفت. هسه عندي فقط انه شغله اللي هي الاكتيفيتي اوف سويل، بس مجرد انه ناخذ القانون وبعدين نكمل بالمحاضره الجايه. يقول لك the presence of even small amount of certain clay mineral can have significant effect on the properties of the soil. هسه هاي الاكتيفيتي اوف سويل شو تعرفت؟ تعرف انه النسبه ما بين بلاستيسيتي اندكس to the percentage of the clay size، يعني هنا دخلنا نسبة أو قياس شنو الأطيان اللي موجودة عندي. إن شاء الله هنكمل شرحها بالمحاضرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله.